برونتو سونيور جلال، احنا اسفين، غلطة من عندنا ومش هتتكرر تاني. أريبيدرشي. تفتكر يا مطاوع ايه الفرق بين الكلب والديب؟ انا فكرت كتير لكن عمري ما لقيت الرد اللي يقنعني، عشان كده قررت اني اجرب بنفسي وربيت الاتنين، بس ما حسيتش بالفرق. في واحد اشرس من التاني بس عادي، بس لما كبروا ظهر الفرق. تفتكر يا مطاوع ايه الفرق؟ مش عارف. انا اوامري بسيطة، مش محتاجة اي مجهود ذهني. اللي علمتهولك تنفذه بحذافيره، كل ازازة تطلع زي اللي قبلها بالظبط، عشان انا عندي سمعة بحافظ عليها وسط زباين بيدفعوا الوفات لكل ازازة من دول، لأنهم بيلاقوا فيها اللي مش بيلاقوه في أي إزازة مستوردة بيشتروها. أنا بنفذ كل الخطوات اللي حضرتك علمتها لي. الفرق بين الكلب والديب طلع بسيط، أبسط مما تخيلت يا مطاوع. الديب لما تضربه عشان تعلمه ممكن يزوم عليك او حتى يقتلك حتى لو انت صاحبه، انما الكلب لو انت صاحبه مهما اديته على وشه مش هيعمل لك اي حاجه، كرمته على قده بس بيتعلم. انت بقى ما حصلتش حاجه من الاثنين، يعني لا عندك كرامة ولا بتتعلم. دماني سيرة، بكرة هدوق الحاجة قبل ما تتعتق، وعلى الله على الله ألاقي فيها غلطة. شروق، أمرك يا كامل بيه. تعالي شيل الإزازة اللي مكسورة على الأرض. شروق، خش استحمى وغيري هدومك وتعالي لي على المكتب. شروق، ادخل يا مطاوع. تعملي ايه؟ بخيط الفستان، ولا عايزني اروح لابوك بفستان مقطوع ويضربني؟ ده انت عاوزه تروحي بقى. هو انت مش عايزني اروح؟ اكيد لا. الله، هو مش بعتك عشان تناديلي؟ خلاص قول له شروق بتجهز وجايه لك. أنا تعبت خلاص يا مطهور.
وانت اللي في ايدك الحل. رشيتين يخلصونا من كل اللي احنا فيه ده. انا ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. ولا انت عجبك الشتيمة والضرب اللي بتاخدها كل يوم؟ هو انت ما بقتش عايزني ولا ايه؟ طب ما هو طول ما هو موجود عمر ما ده هيحصل، وعمرك ما هتبقى بني آدم. انت مش عايز نبقى لوحدنا؟ ما نفسكش المصنع ده يبقى بتاعنا؟ ما نفسكش نقعد نشرب الخمرة اللي بره دي كلها براحتنا؟ ان شاء الله ننط في البرميل حتى نستحمى جواه. عمرك تخيلت كده؟ أنا كمان. نعمل كده مع بعض؟ مش هقدر يا شروق، مش هقدر. خلاص يبقى تستنانا لحد ما نخلص بقى. متنساش تبص علينا من خرم الباب. متتشوش مع بعض يا مطاوي عشان شروق تعبت قوي النهارده. وركز في اللي انت بتجهزه لي لبكره. انا مش هقدر اعمل كده، ده في الاخر ابويا. ما ينفعش تشربي هنا. فجأة بقى بأبوك وبتحبه، مش عارف تعيش من غيره ازاي. أنا مش عارف أنا إيه، مش عارف اللي أنا حاسه ده اسمه إيه. اللي أنت فيه ده اسمه خوف، ولو فضلت خايف كده هو اللي هيرميك الأول. دي ايه يمكن؟ عشان كده انت عندي اهم. خش هنا هتيجي معايا. اخش هنا من انت؟ انا عايز انام. تيجي معايا. انا عايزه ابقى لوحدي انت. شروق، شروق، لا لا ما تستعجليش. بيقول انت منتهي على اقل من مهلك. برافو عليكم انكم ما اتشقيتوش، خسرتون الرهان. عارف يا مطاوع انا ليه جيت بدري النهارده متحمس لليوم المهم ده؟ تعرفي ليه يا شروق؟ انا مش بس جاي علشان ادوق، انا جاي عشان اثبت وجهه نظر، عشان اشوف ابني تمر فيه العلام ولا لا. هو انا عملت حاجه غلط؟
انا نفذت كل اللي حضرتك قلته لي بالظبط. ممكن تجرب وتشوف بنفسك. اديني كاس من عندك يا شروق. بس السؤال، أبدأ بأنهي حيوان؟ اشرب يا مطاوع. أحسن من امبارح بكتير. برافو عليك يا مطاوع، كنت عارف إنه هيضمر فيك. تربية الكلاب عمرها ما تخيب أبدا، إن الكلب مهما عملت فيه مش ممكن يعضك أبدا. بس الديب ديب، كان لازم أتعلم من تربية الديب، كان لازم أتعلم. أنت عارف أنا عملت إيه في الديب لما هضني يا مطاوع؟ ها؟ ذبحته وأكلته. يا سلام بقى لو طعمك وانت ميتة يبقى بنفس حلاوة طعمك وانت عايشة. سيبها. ايه؟ هي جننتك يا حيوان؟ بقول لك سيبها. ما تخافش، حاسب لك منها حتة. سيبها. المفروض تبدأ بالديب.